للاسف اني مش لاقي مواقع مسانده، يعني لحد الحين مش لاقي مواقع متخصصه للسكر، ومش ملاقي مواقع متخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، علما ان في بعض الاجتهادات الفرديه من افراد لكن تموت لان ما في لها دعم. كوادر شكل هالاشخاص قاموا بالاعمال هذه محتاجين الى دعم مؤسسي من جمعيات المجتمع المدني عشان ينهضون. المحتوى العربي يعتمد كثيرا على النقل من بعض، يعني بدون وجود اي مصادر موثوقه، حتى هناك في سرقات ادبيه كثيره بتكون في عندنا. شعرت انه ب 2007 كان تقريبا اغلب مصادري موادي من اللغه الانجليزيه او المواقع الانجليزيه، اما الان اشعر انه ب 2009 بحثي و عن اي معلومه اي مصادر اشعر انه العرب بداوا لهم صوت، بدا لهم صوت في اثراء عقل المدون او الشاب العربي للوصول الى ما يريد. هذه الاراء التي استمعتم اليها هي لمجموعه من المدونين والمهتمين بتقنيه المعلومات والذين اجتمعوا في الدوحة اليوم في مؤتمر نظمته الهيئة العليا للاتصالات بشأن المحتوى العربي على الإنترنت. الدراسات التي استعرضها الباحثون تشير إلى أنه برغم تزايد المتعاملين العرب مع الإنترنت، إلا أن المحتوى العربي لا زال يمثل نسبة ضئيلة مقارنة باللغات الأخرى. فهل يمكن تفسير ضعف المساهمة الإلكترونية العربية بعيداً عن الضعف العربي عموماً في مجال إنتاج المعرفة؟ ما الذي تفتقدونه أنتم مشاهدين على الشبكة العنكبوتية؟ ما الذي لا يتوفر لكم باللغة العربية؟ هل يمكن استثمار الإنترنت بحثاً عن ديمقراطية أوسع للمعرفة سواء في مجال الاستهلاك أو الإنتاج؟ وما هي العوائق في هذا السبيل؟ نتلقى مشاركاتكم بالنص والصوت والصورة. ما الذي يشكله الإنترنت بالنسبة لكم؟ ما هي طريقة استخدامكم للإنترنت؟ وما الذي تبحثون عنه على الشبكة العنكبوتية وتعوقكم اللغة في بعض الأحيان؟ هذه هي الأسئلة التي أبدأ بها مع المشارك الأول، معي سيف عبد الرحمن من فلسطين. محسن عبد الرحمن، تفضل يا محسن. السلام عليكم أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك على موضوع الحلقة الشيق. أهلا وسهلا، تفضل. طبعا بالنسبه للانترنت هو يعتبر من ناحيه اسلاميه هو من المدنيه العامه التي سمح لنا الاسلام ان نستخدمها، ولذلك لانها متعلقه في العلوم التي ليس خاصه بامه من الامم، ولذلك هي تعتبر نعمه تفضل الله بها علينا، ولذلك يجب استغلالها حسن الاستغلال. ولكن الذي نلاحظه ان هذه الماده هي تحتوي مواد ثقافية وفيها من الفائدة الكثير للإنسان، وفيها أيضا مواد لا تفيد الإنسان من جهة أخرى. الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا إقبال شباب المسلمين أو العرب على النواحي السلبية من مادة الإنترنت وليس على النواحي الإيجابية؟ يعني أنت أولا تتهم هؤلاء الشباب بالإقبال على النواحي السلبية وليس الإيجابية، ينبغي على الجميع أن يتفق معك أولا حتى يقبل ما ستقوله. طبعا ليس أنا إجماع لكل الشباب، ولكن نرى في يعني عندنا مثلا فلسطين وحسب ما نرى في غيرها أنهم يقبلون على أشياء الغير مفيدة إلا من رحم ربه، يعني حتى نكون منصفين أكثر. الآن هذه الأشياء، هذا الإقبال الشباب على أشياء مثل التحدث مع البنات، مثل المواقع الإباحية، مثل غيرها، نجد أن هذا السبب بسبب أن ثقافة المجتمع هي ليس ثقافة إسلامية بحيث تحصن شبابنا، وليس هناك رعاية لهؤلاء الشباب من حيث
تحصينهم الفكري لرعايه صحيحه. انت يا محسن ما الذي تبحث عنه عندما تتصفح الانترنت؟ ما هو الاستخدام الامثل بالنسبه لك؟ طبعا انا كوني افتح الانترنت، انا صراحه من الناس المتابعين لموقع الجزيره وغيرها القنوات الاخباريه، وكذلك طبعا اتصفح المواقع المتعلقه بالحركات الاسلاميه، فمثلا وذلك حتى انهل منها ما اراه مناسبا او يلائمني من مواضيع فيها حتى احصن نفسي ثقافيا، لان نجد ان كثير من هذه المواقع الدينية أو الإسلامية لا يستطيع الإنسان أن يوصل فكره إلى الآخرين، ولكن عبر الفسحة الموجودة في الإنترنت يستطيع كل منا أن يوصل رأيه. يعني أنت تعتمد عليها أساسا في توصيل فكرك وهذا؟ نعم. شكرا لك يا محسن. محسن عبد الرحمن من فلسطين. برغم ما ذكره محسن إلا أن الدراسات تشير إلى أن استخدام الإنترنت في العالم العربي لا يزال يندرج في الخانات التقليدية مثل تصفح البريد الإلكتروني والمرور على المنتديات والمشاركة فيها. ماذا عن مجال إنتاج المعلومات والإضافة إلى المعرفة؟ ما هي حجم مساهمة العرب في ذلك وكيف تفسرون قلتها؟ هذا ما أسأل عنه المتصل التالي وهو من الأردن، صلاح صادق. صلاح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الإنترنت هو نافذة جديدة على العالم مفتوح بها لكل شخص أو مؤسسة أو حزب أو غير ذلك من العمل فيها بالكتابة وإدراج المعلومات التي يريدها، ولكن الخطورة في الموضوع هو أن هذا الإنترنت ليس كل ما يحويه صحيح، هذه هي المشكلة، وكثير من الأفكار التي توضع به أو المعلومات تكون مضللة خاصة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي، فهناك كثير من النوافذ التي تسوء الى الاسلام، كثير من النوافذ التي طيب يا سيد صلاح، يمكنك ان تستطرد في هذه الاتهامات ويمكن للاخرين كذلك ان يضيفوا لها، هناك من يحاول ان يتقدم خطوه اكثر ويقول ان الحل لذلك هي ان نزيد المشاركه العربيه على الانترنت حتى لا نتلقى فقط اي محتوى نعترض عليه، هل لديك افكار يمكن من خلالها زياده هذا المحتوى العربي؟ يعني هي القضية ليست في زيادة المحتوى، ولكن القضية هي في نوعية المحتوى، ولذلك يجب أن يبحث المتصل عن الجهة التي يثق بها من أجل أخذ هذه المعلومات، وأنا أرى أن الجهة التي هي أكثر يعني مصداقية في توفير المعلومات هي نافذة حزب التحرير. يعني هذا هو رأيك يا سيد صلاح، وهذه هي الجهة التي قد تكون تنتمي إليها وتروج لها، ويعني شكرا جزيلا لك، لكن أرجو ألا يستغل الفكرة للترويج إلى مواقع معينة، الغرض هو تعميم تقنية البحث على الإنترنت وكيفية الإضافة إلى المحتوى العربي. معي ياسر هذه المرة. ياسر. نعم أنا معكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياسر استمعت إلى ما قيل، هناك انتقادات من المتصلين السابقين للمواد التي يبحث عنها الشباب العربي، ألا ترى أن هناك نوع من التجني على الشباب فيما يبحث عنه؟ ألا يمكن أن يكون هذا هو معظم المتوفر له على الشبكة باللغة العربية؟ هو أول شيء يعني في البداية محتوى، يعني المحتوى العربي في النت هو ضعيف جدا، وهو يعكس الواقع العربي. نعم. يعني يعكس الواقع السياسي، الثقافة، الاقتصادي. لا يوجد مواقع مفيدة إلا يعني مواقع قليلة جدا يعني تفيد الشباب العربي. لماذا طيب؟ يعني أنا أتصور إنه ما في إرادة سياسية يعني لتطوير المحتوى التكنولوجي. يعني ما علاقة الإرادة السياسية هنا؟ نجد أن معظم المحتويات الموجودة في اللغات الأخرى هي بمبادرات فردية وتقوم بها مؤسسات في الغالب ليست مؤسسات سيادية. نعم هذا صحيح، لأنه يعني كما قلت يعني لا توجد سياسة واضحة. لا توجد سياسة واضحة تجاه تسخير التكنولوجيا. يعني بالعكس الحكومات العربية حريصة على حجب بعض المواقع المفيدة في الوطن العربي. يعني أنا في مواقع موجودة هنا في بلاد الحرمين يعني محجوبة، مواقع مفيدة
يعني عادة تقول الحكومات في العالم العربي أنها تلجأ لحجب مواقع نظرا لبعض المضامين التي قد تراها مضرة أو غير أخلاقية. انقطع الاتصال مع ياسر، هذه المرة معي مواطنه من السعودية فادي. فادي، استمعت إلى ياسر. ياسر يشكو من أن حجب بعض المواقع قد يؤثر على المحتوى العربي للإنترنت. هل هذا يعني ليس موضوعنا هو الحجب على الأساس، لكن هل ترى أنه يلامس بشكل أو بآخر فكرة جودة المحتوى الموجود؟ والله مش بالضرورة، مش بالضرورة، هناك مواقع محجوبة ويجب أن تحجب. من الضروري ومن اللازم يعني أختي الكريمة أنه تحجب. يعني في مواقع معينة يعني هي مستهدفة وموجهة للوطن العربي بشكل قوي. اي نعم. طيب يعني عندي تفضل. فكرة الحجب كنوع من كخط دفاع، أنت قلت أن السبب فيه استهداف الوطن العربي، وهذا نعم. يعيدني إلى الموضوع الذي نناقشه الليلة وهو نعم. المساهمة العربية. ألا يمكن نعم. أليس من الأفضل بدلا من أن تحجب مواقع أن تنشئ أنت مواقع تحتوي أكيد. على المضمون صحيح. الذي تحب صحيح. أن يطلع عليه شبابك؟ صحيح، أنا كنت بدي أتكلم في هالنقطتين، لكن أنت فتحتي نقطة الحجب. نقطة الحجب أنا مع الرقابة، والرقابة الشديدة، الرقابة الشديدة على الدول العربية كلها، إنه المواقع اللي تفتح يعني من أي دولة عربية، من أي مجتمع عربي، لازم يكون فيها رقابة شديدة كمان. يعني على كل نقطة الرقابة. هناك أعمار مختلفة أختي الكريمة نعم. تستعمل النت. نحن أنا النقطتين بشكل سريع بدي أشرح لك ياهن. إنه أول نقطة إنه الإنترنت شيء عظيم يعني وشغلة كبيرة، لكن كيف بنستعمله؟ شوف بناخذ منه، لازم ناخذ نقطف منه الثمار الجيدة يعني كيف بنستعمله. والمشاركات العربية في الإنترنت هزيلة ومخجلة ومحزنة. لو بنفتح صفحات النت وبنشوف الشعب العربي بأي شيء عم يشارك، يمكن المشاهدين هم عم يفهموا كلامي وإيش بقصد. المشاركات العربية مخجلة وسخيفة وهزيلة، لازم مشاركات تكون. طيب يعني يا فادي حتى لا نطلق الأمر على عواهنه، في الأعوام القليلة الماضية ألم تشكل المساهمات العربية فضاء لتوسيع مثلا الفضاء السياسي والديمقراطية، وكانت مسألة لتوسيع مساحة الحريات؟ ألا يحسب هذا للمحتوى العربي على الإنترنت؟ أكيد 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 أكيد، بس ما وصلت لسه، لا 1% ما وصلت، ومخجلة، بعدها مخجلة. يعني لو نشوف النقاشات العربية كيف الناس تتهجم على بعض وتسخر من بعض وتشتم بعض كاللي صار بين الجزائر ومصر نعم. و إلى آخره نعم. افتحي صفحات أختي الكريمة وشوفي الشعب العربي كيف بيناقش بعضه بأسلوب غير حضاري نهائيا. جميل، يعني حتى الآن لم يطور العرب ثقافة الحوار لا على الإنترنت. أشكرك يا فادي لإثارتك هذه النقطة، أنت أشرت كذلك في معرض حديثك إلى رقم 1%، وهو رقم متكرر يصف حجم المشاركة العربية على الإنترنت التي يرى الكثيرون أنها لا تتجاوز 1%. كيف نزيد هذا المحتوى؟ من الذي عليه أن يوجد مثل هذه المواقع؟ هذه النقطة التي أناقشها مع مها عناني من بريطانيا. مها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا مها. أنا شخصيا يعني غير متفائلة، بمعنى أنني يعني شخصيا لا أؤمن بالإنترنت وليس لها مستقبل الإنترنت ذاتها. يعني لو نظرت إلى التغيير المناخي والأوزون وهذه الموجات التي تحمل المعلومات عبر الإنترنت لن تستمر طويلا، فبالتالي لن أضع ثقتي المطلقة فقط في الإنترنت. ما أود أن أقوله لك يا أختي الفاضلة هو أنني أؤمن بالعمل. لو هناك عمل نافع سيدوي في أصداؤه في كل أرجاء العالم. يعني أليس الإنترنت بحاجة إلى الإنترنت؟ نعم. كيف سيدوي العمل في كل أصداء العالم بدون وسائل اتصال تحمله، وقد أصبح الإنترنت في مقدمة هذه الوسائل؟ نعم، الإنترنت حديث
ولكن العمل الجيد العمل الطيب ينتقل يعني مع الهواء ينتقل كما هب الريح. لسنا بحاجة فقط للإنترنت، الأقوال يعني ليس لها قيمة من دون أعمال. أين هو العمل العربي المجدي الذي يرفع رأسنا أعلى؟ يعني لو أنا ذهبت إلى الإنترنت سأجد أن كلمة عربي يرادفها جمل، وكلمة مسلم يرادفها في نظر العامة الغربية إرهابي، ونظرت يعني كلمة ثقافة عربية يرادفها تعصب أعمى. طيب يعني يا مها نعم. هل هذا السبب يجعلك ترفضين الإنترنت على إطلاقه أم تحاولين تطوير هذه المفردات؟ يعني لو كان الذين يشاركون من العرب في مجال المعرفة كثيرون ربما لا تغيرت هذه المفاهيم وأصبح هناك مشاركين باللغة العربية وبلغات أخرى يمكن تصدرها، ليس كذلك؟ يعني الإنترنت يعني أنا لست معجبة به. أنت أوضحت تماما أنك لست معجبة به وأنا أناقشك في ذلك. أنت تقولين الأسباب التي دعتك إلى ذلك. هناك من يرى أن هذه الأسباب نفسها قد تكون مبررات لتجويد المحتوى العربي على الإنترنت. لا، كما قلت لك يعني نحن لغتنا العربية لغة بليغة، يعني ما قل ودل، والعمل العملاق العمل العظيم العمل المخلص سيسمعه الجميع من دون إنترنت. ولذلك يعني الأذان مفتوحة، ولكن أين العمل؟ أين العمل؟ ليس فقط العيون يجب أن تتابع الإنترنت، يعني الإنترنت للعب أنا عندي ومسألة لعب وليس له قيمة أمام العمل المخلص. على كل هي وجهة نظر مشوقة قد تستدعي بعض التعقيبات وتثير بعض الجدل في نقاش اليوم. أشكرك عليها يا مها، واستمعي معنا إلى بعض المشاركات التي وصلتنا عبر البريد الإلكتروني. من قطر كتب لنا خالد اليحيى يقول أن المشكلة أولا هي في عدم اكتراث معظم البلدان العربية بالدفاع عن لغتها وعدم استعدادها لتمويل أبحاث ومنظمات خاصة بهذه القضية. ثانيا ندرة وجود اللغة العربية على الإنترنت، حيث تفيد الدراسات التي لم يذكر مصدرها أن نسبة انتشارها على الإنترنت لا تزيد على 1% بين سائر اللغات. المدون عاطف محمد من صعيد مصر لم يكتفي بانتقاد قلة المحتوى العربي على الإنترنت، لكنه حاول شخصيا أن يتصدى لهذا المحتوى نتيجة أنه قام بعمل مبادرة على الفيسبوك هو وبعض زملائه. قالوا إن علينا أو استطعت أن أعمل مع زملائي مجموعة تدافع عن عدم كتابة الشباب بالفرانكو أراب، وهو كتابة الكلمات العربية بلغة إنجليزية. استطعت أن أجمع مع أصدقائي 15,000 مشترك على حملة بالفيسبوك يرفضون الكتابة بهذه اللغة، وهذه هي طريقة عاطف في محاربة الكتابة باللغة الإنجليزية وزيادة عدد المشاركين باللغة العربية. لدي مشاركة عبر الهاتف. قبل المشاركة عبر الهاتف استمعوا معي إلى وجهات نظر مجموعة من مشاهدينا والمشاركين في المؤتمر الذين عبروا عن وجهة نظرهم فيما يتعلق بضعف هذا المحتوى وطرق التغلب عليه. نستمع ونشاهد بالصوت والصورة. أنا بشوف إن محتوى الإنترنت العربي مش كافي، وأغلبه منتديات عربية ما فيها كتير معلومات ثقافية، بالإضافة إنه ما في كتير مواقع علمية لها مصادر موثوقة. محتوى الإنترنت العربي حتى الآن نحس إنه بحاجة لمزيد من التطوير ومزيد من الدعم، خصوصاً بالقضايا العلمية. القضايا الإنسانية أحياناً نشوف فيها يعني ما يكفي من المحتوى، ما يشبع الحاجة، ما يدفع القارئ للمزيد من القراءة، لكن للأسف المحتوى العلمي خصوصا المواد العلمية الفيزياء والكيمياء وهذه القضايا والقضايا الطبية ما زال يعني أشوف أنه ما زالت ضعيفة، ونحن بحاجة إلى يعني مادة أكثر حتى تثري المواقع الإنترنت. إذن هذه المشاركات التي استمعتم إليها والتي تدعو إلى إثراء المحتوى العربي تصطدم ببعض المعوقات، فمن الرسائل التي تحمل وجهات نظر مشوقة صديقنا الذي تساءل عن الأمية بالأساس كعائق في الوطن العربي أمام استخدام الإنترنت. سنحاول أن نتعرف على المزيد من العوائق التي تواجهها اللغة العربية مع ضيفنا في الاستوديو، معي محمد طلال بدوي وهو استشاري في نظم المعلومات وأحد المشاركين في هذا المؤتمر. أهلا يا محمد. يا مرحبتين، يعطيكم العافية.
محمد، هل اللغة العربية كلغة في حد ذاتها لديها صعوبة في التواصل على الإنترنت؟ هو ليس اللغة يعني من ناحية تقنية فيها مشكلة، المشكلة هي مين اللي قاعد يكتب المحتوى، مين اللي قاعد يضيف المحتوى هذا على الإنترنت. العرب أكثرهم اللي موجودين على الإنترنت هم ذات خلفية تقنية، يعني زي مبرمجين كمبيوتر، استشاريين نظم معلومات وغيره، فهم الناس هذول اللي قاعد يضيفوا المعلومة. الآن لو تلاحظي أكثر المواقع العربية قاعد تتكلم عن تكنولوجيا، عن الإنترنت، عن هذه، وفي بعضهم زي مثلا صار دخيل على عالم آخر زي الإدارة مثلا وعلوم النفس وصار يتكلم، بس اصلا الباك جراوند حقتنا يعني الخلفيه اللي تجينا منها تقنيه. فمهما تحدثنا ما راح نقدر نوصل المعلومه نفسها زي اللي راح يوصلها متخصص ومعاه ناس يساعدوه على اساس انه يضيف المحتوى اللي يعني عنده. المشكله ان المتخصص ليست لديه الدرايه التقنيه، والذي لديه الدرايه التقنيه مثلك ليس لديه التخصص حتى يستطيع يعني صح. الا يمكن جسر هذه الفجوه بحسب تعبيره؟ هو لازم عمل جماعي يعني زي موجود. هذه من ناحيه، والناحيه الثانيه زي اليوم المساهمه اللي صارت تحت المدونه، وفي مساهمه قبل فتره كانت في السعوديه عن زياده المحتوى العربي. الان الادوات اللي موجوده على الانترنت زي المدونات زي صارت سهله جدا، بس يحتاج مننا نعلمها العالم هذه كيف تقدر الان يعني ممكن الان خلال اقل من دقيقه تفتحي مدونه باسمك وتبدا تنشرها للعالم. بس في يعني مبادرات والحمد لله يعني شايف يعني مع الاخذ في الاعتبار ان بعض هذه المدونات، وهذا موضوع قد نناقشه، تحمل مسؤوليه ضعف اللغه العربيه بالاساس على الانترنت نتيجه استسهال واستخدام لغه ركيكه او غير عربيه تماما. هو الان خلهم يحطوا معلومات حتى لو بالعاميه احنا راضين. نعم. بعد فتره تصحح هذه المعلومات يعني يصير في غيره يعني. انا في البدايه مثلا كنت اكتب في العاميه، بس بعدين صرت ان انا اجد انه في الزوار قلوا، لانه في ناس مثلا من المغرب العربي ما راح يتكلموا يفهموا العاميه الخليجيه اللي انا قاعد اتكلم فيها. نفس الشيء لو واحد من الشام مثلا اتكلم بالعاميه الشاميه يمكن واحد ثاني من مصر مثلا ما يفهم عليه. فالمفروض انه يعني مع الفتره مع التعلم سيضطر الى تحسين لغته. طيب يا محمد، دعنا نستمع الى بعض وجهات نظر مشاهدينا وسنعلق عليها. معي هاني ابو الوفا من سوريا. هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مصري مش من سوريا. اهلا يا هاني، تفضل. اهلا بك. والله انا شايف ان المشكله ما هيش مشكله لغه، بالعكس ده اللغه ديت اظن ان هي عامل ايجابي بيجمعنا اكتر من هو بيفرقنا يعني. انما انا شايف ان الموضوع موضوع ما تنسيش ان نسبه الاميه في العالم العربي كلها مع الاسف تقريبا 50% وممكن اكتر من كده. فانا اظن الموضوع موضوع المحتوى. ليس مشكله، مش مشكله. ايوه، موضوع المحتوى بمعنى يا هاني يعني هناك من اشار الى افتقاد المعلومات المتخصصه مثلا، انك عندما تبحث في موضوع معين لا تجد المصادر الكافيه الموثوق بها باللغه العربيه فتضطر للبحث بلغات اخرى. هل تواجهك انت شخصيا هذه المشكلات؟ مظبوط بالظبط، هو ده حضرتك اللي حاصل. مظبوط مظبوط، المشكله فعلا في المحتوى العربي ناقص كتير جدا في الكمبيوتر او على انك تلاقيه على الانترنت، فبتضطر تدور عليه باللغه الانجليزيه. انما اللي ممكن نتكلم فيه ونتناقش فيه اهتمامات الشباب العرب على الانترنت ايه هي. تمام. الاهتمام اكتر بموضوع الفيديو بالصور بالاخبار، يعني لو احنا اهتمينا بالانترنت وبالمحتوى بتاعه كاهتمامنا مثلا باللي حصل بماتش بالمصر والجزائر وما الى ذلك، نفس الاهتمام ده بقضيه معينه اظن يبقى اكثر جدوى يعني. انت شخصيا يا هاني ما الذي تهتم بالبحث عنه على الانترنت؟ والله انا شغال في المجال الطبي شويه، فبستفيد بجد الجانب الايجابي بالنسبه لي في الكمبيوتر في موضوع الماده العلميه اللي بلتقيها على الانترنت. هل تبحث باللغه العربيه ام بلغات اجنبيه؟ والله مع الاسف باللغه الاجنبيه، لان المحتوى الانجليزي طبعا اظن اكثر من اللغه العربيه الموجود في. شكرا لك يا هاني، انت شخصت جزء من المساله التي ساعود بها. يعني انت كنت تتحدث للتو على فكره ان المتخصصين ليست لديهم المعرفه التقنيه، لماذا لا توجد مؤسسات تحمل هذه المبادره مثلا؟ طيب استحيلي مثلا كالاخ الطبيب الان او المهندس او هذا، ليش ما يشاركنا بمعلوماته؟ يحاول يحط يعني مبادره، يعني ما حد حيحكم عليه، يعني المفروض انه يحط المحتوى اللي عنده حتى لو كان يعني بسيط، يعني لانه انا ما اعرف حاجه عن الطب. يعني انت تدعوهم بدلا من ان يشكو من نقص المحتوى ان يشارك فيه. مسؤوليتهم هم يعني، المفروض كل شخص يحط اللي عنده يعني. ما جميل. وهذا اللي قاعد يصير برا يعني. سأسأل المتصل التالي وهو مصطفى عن رأيه في هذه الفكرة التي طرحها محمد. ما رأيك يا مصطفى بدلا من أن تشكو من نقص المحتوى أن تضيف أنت شخصيا إليه؟ السلام عليكم. أولا اسمي مصطفى عزيزي. ثانيا الموضوع بسيط جدا حضرتك، لو دخلنا على النت أنا واحد من الناس اللي هي منتدى مصطفى عليك أن أرجو أن تخفض صوت التلفزيون. حاضر. لحظة معي.
المحتوى موجود بس للاسف الشديد احنا اللي بنصرف عليه. يعني في منتديات، انا هتكلم على جرافيك لان انا راجل متخصص في مجال الجرافيك واسمي معروف قوي في الوطن العربي عموما الحمد لله. انا طبعا من القاهره. كل الحاجات دي احنا بنصرف عليها بايدينا، ان كان تعليم، ان كان ثقافه، ان كان اي حاجه، انا اللي بصرف وانا اللي باجر السيرفر وانا اللي بعمل. انا وفي منتديات بتاع الجرافيك وصلنا لمستوى الحمد لله عالمي لدرجه ان البنك ويز بتاعنا بيقولوا ان في ناس بتجينا من امريكا ومن روسيا ومن اليابان ومن المانيا بيتفرجوا على الدروس بتاعتنا. خدي بالك احنا انا بسجل دروسي باللغه العربيه. فالناس بتسجل، احنا اللي بنصرف مش انا شخصيا عندما تبحث حتى تطور مهنتك انت شخصيا. يعني أنت مشكور، بدأت بالمبادرة، بدأت بنفسك وحملت دروسك الخاصة للآخرين على الإنترنت، حتى تجد أنت هذه المادة هل تبحث عنها باللغة العربية أم بلغات أخرى؟ للأسف مش موجود، لأن أنا الحمد لله أنا سيرتيفيكيت معايا شهادة دولية من الشركة اللي أنا اللي هي أوتوديسك. يعني يا مصطفى باقي أن تضع عنوان وطريقة التواصل معك، نريد أن نعرف كيف يمكن أن يستفيد المواطن العادي، الطبيب، المهندس، المتخصص مثلك. للأسف الشديد الناس كل واحد بيبحث عن مجاله، لكن النت فعلا في منتديات عربية حضرتك، لأن لو ذكرت أسامي مش هبطل. يعني مثلا على مستوى الجرافيك في طريق الجرافيك، في منابر، في المنتدى بتاعي مصطفى عزيز. اسم المنتدى في حد ذاته وصف منتدى يقلل من المصداقية بشكل عام عند الكثيرين. كيف يمكن أن يصبح أن نستبدل المنتديات بمواقع مؤسسية يمكن الوثوق بمحتواها؟ ده اللي انا عايز اقوله حضرتك، ده اللي انا عايز اقوله. ليه الناس ما تدعمش؟ يعني ليه كأي دولة ندعم المواقع اللي شايفين انها بتعمل افورت حلو، لدرجه ان في بعض الناس، مش عايز اقول لحضرتك، في بعض الناس من اللي عملوا شغل على المنتديات والحمد لله انا واحد منهم. انا على فكره بكالوريوس تجاره لكن درست في فنون تطبيقيه. شكرا لك يا مصطفى، شكرا جزيلا لك. ما رايك في هذا الكلام يا محمد؟ يعني معظم المحتوى العربي حتى لو حاول ان يحمل اشياء تحمل معلومات للآخرين فهي تأتي في صورة المنتديات التي نتشكك في مصداقيتها وتفتقر. هو الأخ تكلم نقطة اللي هي دائما نرمي على الحكومات سبحان الله، يعني مع أنها هي بريئة من الموضوع. يعني الآن الشركات الكبيرة زي ياهو وجوجل كلهم بدوا من كراج بيتهم، بدوا في منتجات شخصية، يعني ما احتاجوا ملايين وألاف وجهد. أنت سوي اللي عليك، والآن إذا في تكاليف في أشياء مجانية، يعني في مواقع كثير زي موقع بلوجر وورد بريس اللي تكلمنا عنها اليوم مجانية، ما تحتاج منك أي تكاليف، بس محتاج منك مجهود، والمجهود اللي حتحطه هذا بالنهايه حيرجع لك. يعني زي انا مثلا مدونتي فاتحه على الانترنت وحاطه، هذا اليوم استضافوني جابوني على قطر. فيعني الفكره انه بعد يوم بعد فتره من الفترات حترجع لك. يعني نعم، لكن المدونه بطبيعتها يعني شخصيه تحمل وجهه نظر خاصه، لا يمكن الاعتماد عليها او الوثوق فيها كمؤسسه تعليميه مثلا. لا توجد مواقع للجامعات، للمراكز البحثيه، للمكتبات الكبرى بشكل كبير ومتوازن على الانترنت. هل هناك مجال للعمل الفردي كما ذكرت او بالمبادرات الفرديه من اجل ايجاد مصادر قويه ومعتمد عليها للمعلومات باللغه العربيه؟ ويكيبيديا اكبر موسوعه على الانترنت مجانيه، هي وهي افراد اللي قائمين عليها، يعني الملايين الارتكلز اللي موجوده فيها قائمين عليها افراد، ما هو مؤسسه. واحنا المشكله برضو انه ما ضفنا في العربي. يعني شوفي انت عدد اللغات الثانيه، العربي كان في يوم من الايام في مرتبه 6 و7، الان اختفى، يعني صرنا في مرتبه بعيده. مين اللي قاعد يحرر البيانات هذه؟ عرب، انا وانت وغيره، يعني من البيانات من الناس، ما له دخل لا المؤسسات ولا يحزنون، احنا كافراد كسالى. طيب اسالك من واقع مشاركتك في هذه المؤتمرات ومشاهدتك للمحتوى الذي يزيد بالقطع، فأي اتجاه يسير؟ ما هو مستقبل المحتوى العربي على الإنترنت؟ أنت قلت رصدت أنه تراجع من قبل، هل هو في سبيل للتراجع أم سيتقل؟ أنا ما قصدت أنه تراجع كمحتوى عربي، أقصد الويكيبيديا نفسها بحد ذاتها. إحنا كنا في مصاف كويسة، جبت الناس في لغات أقل شعبية مننا ووصلت بأرتيكلز أعلى مننا. بالنسبة للمحتوى العربي ككل لا، الآن فعلا يعني أفضل بمراحل من سنين. يعني أنا سمعت الإخوان ونفس الحاجة، أنا قبل سنتين ما كنت أبحث باللغة العربية أصلا، الآن كل حاجة قاعد أبحثها باللغة العربية، نادرا ما أدور في الإنجليزي خاصة في مجال تخصصي. يعني وتوجد مصادر يعتمد عليها ويمكن الوثوق فيها؟ هي مش يعني أنه عربي ما يوثق فيه وأنه أجنبي يوثق فيه، يعني بس الفكرة أنه بدأ فعلا، يعني في عندك جامعات سعودية، جامعات عربية، منتديات برضو ممكن تثق فيها. يعني أنت خذ وممكن بعدين في النهاية تثبتها الموضوع، يعني المهم أنه تلاقي الآن محتوى. نعم، شكرا جزيلا لك يا محمد، أشكرك، شكرا لك على مساهمتك في المنتدى ومساهمتك في حلقتنا اليوم. سنستمع مشاهدينا إلى المزيد من مشاركاتكم النصي والصوتي والصورة، لكن بعد هذه الوقفة القصيرة.
إذن مشاهدينا، من الملاحظات الإيجابية في هذه الحلقة أنه بدأ على بريد البرنامج يتوافد العديد من المشاركات التي تحمل مبادرات بل وتشير إلى مواقع عربية يمكن الاعتماد عليها باللغة العربية. إذن أرجو أن نبدأ على الأقل في الترويج لمثل هذه المواقع. أتلقى هذه المشاركة من كمال شكري من ألمانيا لأعرف مدى ثقته في المحتوى العربي على الإنترنت. سيد كمال تفضل. أنا أتمنى يا أخت منى أن تكون طبعا اللغة العربية أساس البحث، كما كان هذا في كوردوبا في الأندلس، كانت اللغة العربية هي الأساس. ولكن عندما يعني أنا في مجال الهندسة عندما أبحث، فببحث طبعا عشان أكون صريح في اللغة الإنجليزية طبعا بلا جدال هو المرجع الأساسي، أو اللغة الإنجليزية هي المرجع الأساسي. أنا عايز أرجع للنقطة الأساسية وهو عنوان الحلقة، المدونون أو المدونين، يمكن غلط تعبير ليها، أو الجلوبرز، يعني الموجودين في المنطقة العربية وفي مصر بالذات، كما قام بذكرهم الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل. أنا معجب بما يقوم به من عمل، ولكن هما مضطهدين بدرجة عالية جدا، وهما لا يعني يكون يعني نسبتهم في المجتمع عموما أكثر من 0.0005 ماكسيموم، يعني ده الأكثر حاجة. ولكن المحور الثاني الأساسي يا أخت منى، الكمبيوتر محو الأمية، تعرفي تكتبي وتقري الالف من الياء، تعرفي تفسري بينهم، هو مربط الفرس في المنطقه. طيب يعني الا يمكن يا سيد كمال ان يكون الرهان على اجيال جديده يمكن ان تكون متجاوزه لمثل هذه المشكله، مشكله الاميه ومشكله العلاقه مع التكنولوجيا؟ انا اوافق على الكلام اللي بتقولي، باراليل يعني متوازيين ماشيين مع بعض، محو الاميه من الكيندر جاردن زي ما اتكلمت الى الجامعه وفي الأبحاث العلمية بعد كده، ومحو الأمية كأساس لدعم المجتمع المصري أو المجتمع العربي بصفة عامة، يبقى مجتمع محترم له حضارة فعلا يحافظ عليها. إنما أنت جايبة ناس ما بتعرفش تقرأ وتكتب، هتحافظ على الحضارة بتاعتها إزاي؟ هتتكلم في الكمبيوتر وتعمل في الإنترنت، تخش على الجلوبرز أو الفيسبوك إزاي؟ يعني الناس دي ما مش لاقية رغيف العيش يا أخت منى. 60% من الستات في مصر الأناث ما مش عارفين يقروا ويكتبوا، ما في أميين، والرجال 50%، وفي الوطن العربي النسبة هي تقريبا يعني بغض النظر عن ديفرنس يعني هنا وهناك، لكنها مشتركة في معظم البلاد. أشكرك سيد كمال شكري. كمال ربط المشكلة بالأمية وفسر من خلالها ضعف المحتوى، يعني الأمية يمكنها أن تفسر ضعف المشاركة والتواصل عموما، لكن هل تفسر ضعف المحتوى مع وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات العلمية والمراكز البحثية؟ هل يمكن مثل هذه المؤسسات أن تثري المحتوى العربي من خلال تحميل ما تملكه من معارف على الشبكة العنكبوتية؟ سأناقش هذه النقطة مع محمد العامري من السعودية. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا البرنامج وأشكر قناة الجزيرة على المهتمة في قضايا الدول العربية من المصالحة في اجتماع الدول العربية. ثانيا بالنسبة لموضوع حلقة اليوم بالنسبة للإنترنت، فأنا أدعو الدول العربية من حكومة وشعبا إنشاء مواقع توعية الشعب العربي في العلم وفي كل شيء. بالنسبة للأمية تزداد يوما يعني سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم. وبالنسبة في بعض المواقع كلها تستخدم شتات الدول الشعوب فيما بعضها، مثل ما حصل في مباراة مصر والجزائر، استدعاء السفراء ويعني صار. طيب يعني أنت تتحدث عن فكرة استخدام التقليدي والمنتديات والمشاركات وتبادل الآراء، أنت شخصيا ما الذي تبحث عنه عندما تدخل على الإنترنت؟ والله أنا بالنسبة شخصيا أبحث عنه يعني مصالحة الدول العربية من أولا في الشعوب. نعم يعني أنت تبحث عن آراء، لكن هل تبحث عن معلومات مثلا؟ هل تحتاج إليها في مجال مهنتك وتبحث عن أشياء لا تجدها باللغة العربية؟ لا، بالنسبة في بعض البرنامج بعض البحوثات كلها محجوبة خاصة في الدول العربية، وكلها مكتومة يعني من دول خارجية مثل الغرب مثل هذا، يعني تكتم على الدول العربية من أجل زيادة الأمية بس. وهذا ما يعني ما كان مشاركتي اليوم.
شكرا جزيلا لك يا سيدي. هل تحول الانترنت واستخدامه في العالم العربي إلى مجال للفضفضة والتعبير عن الرأي بدلا من أن يكون واحد من أهم استخداماته تزويد المعرفة والإضافة إليها؟ هذا ما أسأل عنه أحمد الحمداني الذي يحدثني من السناني الذي يحدثنا من المملكة العربية السعودية. أحمد تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف أنا دخلت على برنامج متأخر، لكن إذا كان تطرق أحد للنقطة هذه أنا آسف يعني. تفضل. لما تبحث في لغات أخرى عن معلومات عن اللغة الدول العربية أو اللغة العربية أو الإسلام أو أي موضوع يخصنا، تجد أن جميع المصادر الموجودة في جوجل مثلا وجميع الموارد الأخرى، تجد الذين كتبوها هم يهود ويعني أجانب غير عرب غير مسلمين. وتلقى وفي ملفق يعني هل يمكنك أن تلوم الأجانب حتى لو كانت معلوماتهم ملفقة، أم تلوم العرب الذين لم يضعوا المعلومات غير الملفقة؟ ألوم العرب. نعم، ألوم العرب والمسلمين والحكومات والجهات البحثية، جميع جميعنا مشتركين. طيب يعني استمعت، لا أعرف إن كنت قد استمعت إلى ضيفنا قبل قليل الذي تحدث عن أن معظم المواقع المعتمد عليها في المعلومات والأدوات البحثية نشأت بمبادرات فردية لم تعتمد لا على حكومات ولا على جهات بحثية. لماذا تغيب هذه المبادرات في العالم العربي؟ طبعا الحكومات لها دور في موضوع التجهيل. الحكومات العربية معظمها قائمة على التجهيل. أحد عملت يعني أنظمة يعني خططها الأساسية في البقاء في الحكومة هي تجهيل الشعوب يعني للأسف يعني. نعم. ونحتاج ولا نحتاج ايضا للحكومات تماما. انا وانت نستطيع ان نكتب اشياء ونضعها في ويكيبيديا مثلا، وهذه الموسوعه اعتقد انها الاولى في الانترنت. يعني ربما رايت الكثيرين قاموا بمبادرات قد تدحض ما تقوله انت شخصيا، وقد يتهمك البعض بانك تستسهل بالقاء التهم على الاخرين. انا اقول يا اختي انه هناك عدد كبير من المصادر الآن ليست مكتوبة بجهات أجنبية، وأيضا استخبارات أجنبية تقوم بتشويه تراثنا وحضارتنا. يعني هناك كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجود الآن، ادخل اكتبي. جميل، أنت أوضحت ذلك. هل نقف ساكنين أم نحاول الرد على ذلك من خلال مواقع تحمل المعلومات الدقيقة معتمدة على مصادر موثوق فيها؟ نعم، هناك مواقع الآن مثلا قامت كثيرة لكن أكثرها باللغة العربية، لأننا نخاطب أنفسنا، نريد أن نخاطب الآخرين بلغاتهم. جميل. أحمد السناني شكرا لك. أنت أشرت إلى نقطة أخرى مهمة، وهي ليست فقط الدعوة إلى المشاركة باللغة العربية، لكن توجيه محتوى عربي أو من العالم العربي إلى العالم بلغات أخرى، وهي نقطة يمكن أن نتطرق إليها لاحقا في الحوار. عبر البريد الإلكتروني وصلتنا بعض الرسائل، منها هذه الرسالة من مهند عبد الله. مهند كتب يقول إن أحد أهم مشاكل المحتوى العربي على الإنترنت هي أن القراءة عند العرب ليست عقيدة اجتماعية كما هو حاصل مع التعليم، فالعرب لا يفرقون بين التعليم والقراءة. من السورية كتب عماد التلي يقول إن إشكالية المحتوى العربي على الإنترنت ترتبط بأمور عدة، منها الإقبال العربي على القيمة التي يمكن للموقع أن يقدمها، لأن صاحب الإقبال على القيمة أكثر ويتحدث عن قيمة الموقع وما يقدمه، إلى جانب المدى القليل لانتشار الثقافة المعلوماتية في الوطن العربي. ولا ننسى الفقر، فصاحب القيمة يصارع ليجد الرمق، فأن له أن يجلس ويبحث عن القيمة المرجوة. دعم النظم السياسية للقيم التي تعينها على ترسيخ أقدامها فوق صدورنا. إذن باسم يشير إلى فكرة انعدام الديمقراطية والظروف الاقتصادية. لدينا نقاش آخر حول نفس الموضوع لا يزال محتدما على صفحتنا على تويتر، يمكنكم جميعا أن تشاركوا فيه. وهذه هي بعض المشاركات والجدل الذي يثور بين مشاهدينا عبر هذا المثال. الواحد بيصف مدى صدق.
هذا نموذج من بعض الآراء التي لا زالت تتفاعل على صفحاتنا على تويتر. البعض يختلف والبعض يتفق وهناك نقاش متواصل، كذلك على صفحاتنا على الفيسبوك والذي ستجدون عليه أيضا رابط للمبادرة التي أشار إليها عاطف أحد المتفاعلين معنا من أجل ترويج للكتابة باللغة العربية على الإنترنت. معي مكالمة هاتفية من الجزائر، أحمد الجبراوي. أحمد الجبراوي تفضل. يبدو أننا فقدنا أحمد. معي سعد الدين الدهلاني من الدوحة، شعبان الزغلاني من الدوحة، محمد الفلاح. شعبان تفضل. قطع الاتصال. خالد طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للإنترنت، دعم الحكومات العربية بصفة عامة مش موجود، لأن الإنترنت لو موجود هنا، احنا بالنسبه لنا هنا في ايطاليا لو دخلت على الغرفه التجاريه ممكن تعرف اي معلومات عن اي شركه او عن اي حد موجود وبيعمل في اي مجال مهما كان المجال ده، حتى لو دكتور جوه مستشفى تقدر تعرفه شغال بره او مش شغال، بيعمل شغل خاص له او مش له. يعني هل مساله لها علاقه بالديمقراطيه خالد هنا؟ طبعا بالمصداقيه، لان الحكومه نفسها الايطاليه الموقع اللي انت بتخش عليه ما حدش يقدر يكذب فيه، لانك انت بتخش على الغرفه التجاريه بتاعت الحكومه، بتخش على الغرفه التجاريه بتاعت شخص او موقع بتاع شخص المفروض بتكتب غرفه تجاريه، بتلاقي نفسك مع جميع الشركات اللي موجوده. على سبيل المثال داخل ميلانو بكتب اسم حضرتك بيطلع بياناتك كلها كامله، برقم بطاقتك، بطاقتك باوضاعك، بتاريخ ميلادك، بكل حاجه. الوضع ده اللي تقدر تعمل التقنيه دي داخل الانترنت، الحكومات العربيه هي اللي تقدر تساعد على الموضوع ده، لان لازم يكون موقع حكومي على انه يكون صادق. يعني هل ترى ان الحكومات العربيه تعمد مثلا الى اخفاء المعلومات او اطلاع عليها نوع من السريه ولا تتاحها للجميع بهذا القدر؟ طبعا. انا هقول لحضرتك على حاجه، اسمي انا لو كتبتي انت اسمي على الانترنت ودخلتي على الموقع تجيبي عني كل حاجه من الغرفه التجاريه، مش محتاجين انا في حاجه. بعمل في ايه؟ اخر السنه دخلي كام؟ دفعت كام السنه دي ضرايب؟ رحت فين؟ معايا كام واحد شغالين؟ كل حاجه موجوده بالنسبه للغرفه التجاريه موجوده على الكاميرا الكوميرشال بتاعتنا هنا. طيب بالنسبه لمصر ما تقدرش تعرف معلومات عن اي حد، دي حاجه بالنسبه للشركات لو انت عايز تتعامل مع شركه في مصر. يعني لا ندعو الى هذا القدر، لا اعرف كيف يرى مشاهدونا هذه الفكره ان يكون كل شخص معروف عنه كل شيء الا بقدر ما يحتاج اليه التعامل معه في مجال عمله. نعم. لا، كل شيء موجود عنه بطريقه كامله في طريقه عمله وفي طريقه مكسبه، الا الحاجه اللي هو بيخفيها كوضع التهرب الضريبي اللي عندنا في مصر مثلا. لو عاوز يتهرب من حاجه يقدر، انما الاوضاع اللي هو يعني ليست الحكومات وحدها هي التي تخفي المعلومات، اللي انا بوديها للحكومه الحكومه بتصدرها عني. نعم. ده هو وضع موجود. ولكن في حاجه غريبه، الحكومات لو ما بتدعمش عندنا الحاجه دي فمحدش يقدر يوصل لاي حاجه. كمان لو اي شركه هنا موجوده داخل البلد يقدر التعامل معاها، طبعا يعني ما يقدرش واحد يقول انا بتعامل بمليار وهو التعاملات بتاعته ما توصلش ل 100,000. طيب يعني يا خالد اسمح لي هنا، يعني هل ثقافه اخفاء المعلومات هي ثقافه عامه؟ هل ينبغي ان نلوم الحكومات على اخفائها المعلومات اذا كنا نحن شخصيا نخفي معلومات كثيره؟ وفي الغالب عندما يسالك احدهم في مجال عملك عن حجم تعاملات شركتك مثلا، الاشياء التي يتاثر بها معك قد لا تجيب بصراحه. دي راجعه للفكر العربي. هل الفكر العربي هو فكر منظم وسليم ولا هو فكر مروع وملوش اساس؟ فالفكر العربي لو فكر سليم هنقدر نوصل هنقول لثلثين السليم، للثلثين بتاع الحل الصح، انما احنا مش قادرين نوصل حتى ال 1%. انا هقول لحضرتك على ملحوظه صغيره جدا. تفضل. لو دخلتي على موقع بتاعنا في مصر بتاع حركه كفايه او بتاع بعض الحركات اللي هي موجوده والاحزاب، هتلاقي كل الاحزاب بتأيد مثلا الدكتور محمد البرادعي في ان هو ممكن يترشح لرئاسه الجمهوريه او حاجه زي كده. طبعا انا لما بقرا الفكر اللي موجود واللي كاتب بحس انه مش فكر بتاع ناس مثقفه اقدر ان انا امشي وراها.
دكتور محمد مع احترامي له والمنصب سيد خالد طه يعني مهاجر. حتى لا ننحرف بالحوار على موضوع عفوا يا سيد خالد لا يمكنني ان افتح موضوع كبير مثل هذا واسمح لك ان تختزله في عباره دون اثاره نقاش حول وهو ما لا تسمح به حلقتي لذلك اكتفي بالقدر الذي قلته فيما يتعلق بالموضوع وانتقل الى مكالمه اخرى من سوريا معي محمد الخلاج محمد تفضل شكرا يا انسه أنا حسب رأيي التأخر المحتوى العربي على الإنترنت البنى التحتية اللي موجودة بالوطن العربي لا زالت بحاجة إلى تطوير إلى دعم كبير من الحكومات الآن قسم كبير من الوطن العربي غائب نهائيا عن الإنترنت يعني تخيلي أنه سعة الإنترنت أحيانا في بعض البلدان العربية لا تتجاوز 10 كيلو أو 15 كيلو بايت فكيف هذا المواطن يستطيع أنه يدخل محتوى أو حتى يستعرض محتوى معين على الانترنت الاسم محمد الفلاج ليس محمد الخلاج بالفعل فهي المشكله مشكله تقنيه كبيره انه انا لا يمكن لي ان اتواصل لا يمكن لي ان اتواصل او حتى ادخل معلومات على الانترنت او حتى اخذ بعض المعلومات على الانترنت نتيجه هذا الضعف اللي موجود بالبنى التحتيه اللي موجوده في يعني انت تشير الى جانب اخر من المشكله وهو الجانب الخاص بالبنى التحتية شكرا جزيلا لك يا محمد وأستمع إلى مكالمة من المغرب هذه المرة معي عبد اللطيف عبد اللطيف تفضل عبد الحفيظ من المغرب موقف إسباني شكرا السلام عليكم وعليكم السلام أنا حسب رأيي اللغة مهمة جدا نعم كتجبر مثلا تجد أن في البلدان العربية كاين لهجات يعني ما يمكنش نستعملوه في الانترنت وكتجبر مثلا ما كاينش واحد الدعم يعني ديك 50% اللي عبد اللطيف ارجو ان توجز لانه بقيت لدي دقيقه ساقتصر نعم بينك وبين ياسر نعم تفضل ما كاينش 300 الدراسه من اجل وظيفه ليس من اجل التثقيف والعلم بعكس الغرب لديهم دراسه من اجل التثقيف كتجبر في البلدان العربيه الاستاذ كيبقى استاذ وما كاينش اكثر ما كاينش المزيد من اكثر كتردوا في الدول الاوروبيه ما كاينش مثلا كتمشي الانترنت شاطي ما كاينش بس الحروف العربيه ما كتجبرهاش نعم هذا مشكل اللي المحتوى العربي الانترنت متجتر اكثر هذا هو مشكل والدعم ما خصوش الدعم ضعف اللغه والتخصص شكرا لك يا عبد الحفيظ واعتذر من ياسر الذي لن أستطيع أن أستمع إلى مداخلته لكن يا ياسر ويا كل الذين لم يستطيعوا المشاركة لازال المجال مفتوحا عبر صفحاتنا التفاعلية المختلفة حيث يمكنكم إثراء النقاش بآرائكم حول موضوع الليلة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء هذه هي تحيات فريق البرنامج تحيات مخرجه وائل الزعبي وبالطبع هذه تحياتي أنا منى سلمان إلى اللقاء